المنتخب المغربي كيدعم الكيان الاسرائيلي، والاخت ديال ابراهيم دياز كحلاته معنا صراحه، ووليد الركراكي في هذا التوقف الدولي ما غاديش يعقل على بعض اللاعبين. هاد الفيديو غادي نعرفوا التفاصيل كامله، غادي نعرفوا مال المنتخب المغربي واش كيدعم الكيان ولا لا، ومع من تشاور باش دار شراكه مع بيبسي وماكدونالد، وغادي نشوفوا العائله ديال ابراهيم دياز شنو دارت مع المنتخب المغربي والصافي اخوتي رسميا، وغادي نشوفوا وليد الركراكي والراي ديالو في التوقف الدولي شنو غايدير في التشكيله، ولمن غادي ينادي ولمن غادي يترك. المهم عليك تكمل الفيديو حتى الاخر باش تفهم التفاصيل كامله، وما تنساش تخلي معك واحد لايك واحد اشتراك وفعل جرس التنبيهات باش وصلك كل شيء، وبقى معايا حتى الاخر. الموهبة ابراهيم عبد القادر دياز اللي دارت بوم في المغرب واسبانيا، وهذا ابراهيم نيضة بالاتحاد الاسباني والاتحاد المغربي، صراحة نيضة قيامة حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا كيكلاشي هذا، مرة صحيفة ماركا كتخرجنا بشي بالغ، مرة صحيفة ايسي كتخرجنا بشي بالغ، وساعة ساعة حتى اسبريس كتخرجنا بشي بالغ، ولكن هاد البلاغات كاملين ابراهيم دياز كيضربهم في الزيرو، وكيقول لكم ما كتفهموا والو، خليوني كالما كالما كالما، حتى يوصل الوقت مناسب وغادي نعلنها. صبروا صبروا مالكم فيكم التابعه ولا، ولكن حاليا كل الطرق تؤدي الى المنتخب المغربي، وكل الدليل يؤدي الى المنتخب المغربي، حيت الاخت ديال ابراهيم دياز زهيره اللي سميتها زهيره حيدت فولو الباج ديال المنتخب الاسباني ودارت متابعه للباج ديال المنتخب المغربي، وهذا الشيء لمن كيدل على شيء واحد، هو ان ابراهيم دياز الى المنتخب المغربي. ونزيدك من بيت شعر، هاد الاخت ديال ابراهيم دياز زهيرة نشرت واحد الفوتو كتجمع العائلة ابراهيم دياز كاملة في وسط الرباط، وهذا يدل على شيء واحد، هو ان ابراهيم دياز الى المنتخب المغربي، وكاين بزاف ديال الادلة كدل ان ابراهيم دياز الى المنتخب المغربي، غير نتوما ما فهمتوش. فهاد العطلة الصيفية ابراهيم دياز فين دوز العطلة ديالو؟ فين؟ فين فين اخوتي؟ في طنجة. دوز في طنجة وتصور مع بزاف ديال الدراري، ومشى حتى للصحراء المغربية، ومشى لمراكش يدور لك مع راسك، وحتى العرس ديال الاخت ديالو فين دوزت؟ دوزت في مراكش، وكل شيء حضر لا حتى اللاعبين ديال ريال مدريد، وهادشي كامل كيدل على ان ابراهيم دياز المنتخب المغربي قريبا، يعني ابراهيم دياز حاليا اقرب مما مضى مع المنتخب المغربي، يعني قريب قريب جدا لتشكيله وليد الركراكي في التوقف الدولي، وحاليا مازال ما علينا الرسمي ديالو، يعني ما كاين والو صراحه، حنا غير كندويو كنديروا التحاليل ديالنا وعلى الله تصدق، ولكن 90% ابراهيم دياز الى المنتخب المغربي. وحاليا ابراهيم دياز ثاني لاعب كيلعب مع ريال مدريد، وشكون اول لاعب؟ هو اشرف حكيمي، واللي غادي يرجع للريال مستقبلا عاوتاني. ناري تخايل لاعب ريال مدريد كيلعب في المنتخب المغربي، واذا كان الامين جمال حتى هو اختار المنتخب المغربي غادي كمل صراحه، غتكون احسن تشكيله للمنتخب المغربي، وغنقولوا لا خوف على المستقبل المنتخب المغربي، وهذا الشيء كيفرح صراحه، ماشي كيفرحني انا وصافي، كيفرح جميع محبين المنتخب المغربي، والسبب ذات شي كامل هو اننا وصلنا لنصف النهائي كاس العالم، بزاف الناس بغاو المنتخب المغربي غير في كاس العالم، يعني تابعوا المنتخب المغربي في كاس العالم وحبوه في ديك اللحظه، وحتى المواهب الصغرى حاليا كتمنى تلعب مع المنتخب المغربي، بحال امين جمال حتى هو كان النيه ديالو يلعب مع المنتخب المغربي، ولكن لولا التدليس والرشوه اختار اسبانيا، اخو ماس الحلم ديالو يلعب مع المنتخب المغربي، وإلياس بن صغير لاعب موناكو حتى هو عايجي للمنتخب المغربي، وحتى النيل العناوي اللاعب لانس الفرنسي حتى هو الحلم ديالو يجي للمنتخب المغربي، وبحال والو نجبرهم في التشكيله ديال وليد الركراكي هذه المره. المهم الانجاز ديال نصف النهائي كاس العالم عنده دور كبير في هذا الشيء كامل، تحياتي للاعبين اللي تقتلوا ووصلوا للمنتخب المغربي لنصف النهائي كاس العالم، وتحيه لراس لابوكا ديالنا حتى هو. المهم خلينا من هذا الشيء كامل واجي نشوفوا الشراكه بين المنتخب المغربي وبيبسي وماكدونالد. متعب شيء تقاسم الفرحة معكم بيبسي المساند الرسمي للمنتخب الوطني. المنتخب المغربي كيعلن رسميا انه دار شراكة مع شركة بيبسي وحتى ماكدونالد الامريكية، وهاد الشركة بجوج كيدعموا الكيان، يعني احنا درنا معهم شراكة تقدر
اختار التحصن ديال المنتخب المغربي والله اعلم. هادشي ماشي انا اللي كنقولو، الناس المقاطعين لماكدونالد وبيبسي هما اللي كيقولوها، وحتى انا مقاطع لماكدونالد وبيبسي، ولكن مصلحه المنتخب المغربي فوق كل شيء. حيت صلاح الدين المؤدب مدير العام لشركه كارون ماروكو قال في التصريح ديالو: نحن سعداء جدا باعلان ان بيبسي المغرب اصبحت الراعي الرسمي للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وحتى شركه ماكدونالد الامريكيه، وتمثل هذه الشراكه التاريخيه مرحله اساسيه في التزامنا بدعم الرياضه المغربيه وفي هذا التخصص الذي لم يتوقف على تشريف بلادنا على مستوى الدولي. فمن خلال هذا الدعم ننوي المساهمه في تنميه واشعاع الكره القدم المغربيه التي تعد مصدر الهام وافتخار وطني. انها المرحله الاولى بالنسبه لبيبسي المغرب، ونتطلع بتشوق الى ان نكون جزءا من هذه المغامره عبر مواكبه المهارات المغربيه نحو قمم جديده من النجاح. هادشي ماشي انا اللي قلته، هادشي المدير العام صلاح الدين مؤدب قاله. دابا غادي نشوفوا الراي ديالكم، واش نتوما مع هاد الشراكه ولا ضد هاد الشراكه؟ قول لي الراي ديالك في التعليقات، حيت صراحه احنا مقاطعين لهاد المنتوجات، ولكن مصلحه المنتخب المغربي فوق كل شيء، ونتمنوا الخير لخوتنا المسلمين والله يدخل عليهم رمضان بالبركه والرحمه. وبالمناسبه رمضان مبارك سعيد، وباركوا لي اخوتي في التعليقات قولوا لي رمضان مبارك باش نفرح. المهم خلينا مع هاد الشراكه ديال المنتخب المغربي مع بيبسي وماكدونالد، واجي نشوفوا وليد الركراكي شنو كيدير في هاد الشيء. قلت لكم ديروا النيه، ديروا النيه معنا احسن، بدلوا شويه على العقليه ديال الشعب المغربي. وليد الركراكي حاليا كيوجد اللائحه النهائيه ديالو، وفي هذه اللائحه غادي نشوفوا اسماء جديده بحال الياس بن صغر لاعب موناكو، وبحال نيل العناوي لاعب لانس الفرنسي، وبحال ابراهيم دياز اللي رسميا وشبه رسميا غيجي للمنتخب المغربي وغيكون في تشكيله وليد الركراكي. ولكن اللائحه غيغيبوا عليها بزاف ديال اللاعبين اللي حاليا كيعانيو من اصابات، تقريبا 6 اللاعبين حاليا كيعانيو من اصابه، ونتمنوا اخوتي الشفاء العاجل للاعبين المنتخب المغربي. في هذه الايام المقبله وليد الركراكي غيعلن على اللائحه، حاليا ما كاينش شي موعد محدد ولكن قريبا اللائحه اللي غنلعبوا ضد منتخب انغولا ومنتخب موريتانيا، الاعداء ديال منتخب الجيران اللي ما كيحملوهمش صراحه، وحنا غادي نلعبوا ضدهم وغادي نثبتوا للعالم اننا حاضرين وان الجيران غير داوين خاوين. والله العظيم اخوتي متحمسين هذه المباريات اللي غيكونوا في رمضان وفي المغرب، ولكن 6 اللاعبين غادي يكونوا غايبين على اللائحه بحال سفيان بوف فاللاعب ريان القطري اللي حاليا كيعاني من اصابه من الايام ديال المنتخب المغربي، وحتى نصير المزراوي اللي حاليا معطوب حتى هو مع بايرن ميونخ، حتى لاعب الافيس عبد الكبير عبقار كيعاني من اصابه وما غيكونش في اللائحه ديال المنتخب المغربي، وحتى اسماعيل سيباري اللي غاب جوج ديال المباريات مع اف سي ايتهوفن ونقدروا ما نشوفوهاش في اللائحه، وزكريا ابو خلال لاعب تولوز الفرنسي من شحال هذه هو مصاب ومازال مصاب وما نشوفوهاش في اللائحه، حتى سفيان ديوب اللي حاليا مازال مصاب، وحكيم زياس لاعب غلطة صراحة حتى هو حاليا مصاب وقادروا ما نشوفوهش في اللائحة 100%، ما غاديش ينادي عليه وليد الركراكي حيت حاليا معطوب، ونتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي. المهم اخوتي في هذا الفيديو عرفنا مال المنتخب المغربي مع شركة بيبسي وماكدونالد، وعرفنا العائلة ابراهيم دياس على جهة المغرب، وعرفنا اللاعبين الغائبين للائحة المنتخب المغربي ديال وليد الركراكي. إذا كملت الفيديو حتى الآخر كنبغيك.